السلام عليكم خويا عبد الغني الزول خويا العزيز خويا محمد واش راك خويا العزيز ازول خويا حمزه أه... وعليكم السلام ورحمه الله خويا رضا بون خاوتي بارطاجوا معنا اللايف هذا وتفاعلوا معاه اللي يشوف اللايف هذا يخلي جام على الاقل ني شوي شويه الحجب على الصفحه باسكو كارثه السينيال علينا هذا الحساب الرابع اللي نعاود نيتيليزي بنقدر ندير لايف وعليكم السلام خويا تهامي وعليكم السلام خويا رياض عياشي اختي نادية على السلامة وعليكم السلام خويا منصور ناس المسيلة وعليكم السلام خويا ناصر بوتبيع راهو 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 بال راهو مالوكس سمو مالوكس هكذا سميكتا سميكتا بوتبيع راهو اليوم وعليكم السلام خويا عبد اه الزهرور راه هو باب يجبس في الحاله مسكين وتبري ما فهم فيش دم والو وعليكم السلام خويا ابو جمعه فقد الاحرار صالي خويا العزيز واش راك اهلا خويا اسماعيل وعليكم السلام خويا اسماعيل تحياتي ليك خويا ناس اهلا خويا كمال ان شاء الله تكون بيا خويا وانتظروا يلتحقوا معنا خاوتنا نمدوا غير ميساج خفيف ان شاء الله خونا ستي بازا خاوتي نمدو غير ميساج خفيف <متصفيق> هكذا ظريف باش نوضحو النقاط على الحروف وباش ما يزيدوش يسرقو لنا النهار هذا ثاني قنواتهم كي العادة محاولة توجيه الرأي العام أهلا خويا أنس واش راك ناس طيف يا خويا وعليكم السلام خويا على الدين الزول مموح اسهل حاد اليوم اهلا اخويا اسماعيل واش راك حياك الله اخويا زيان بو خوتي جو جب... سي با اللي... راكم تسمعوا فيا مليح باسكو هنايا راهي تكوب عندي اوكي بو ست دقيقه برك نورمالمون راكم تسمعوا فيا تري بيان اهلا خويا نوال نو... اختي نوال وشراكي راكي ديديكاس ناس غردايه تحياتنا الناس غردايه بلاد الحراك الله يبارك يا بارك وفيك بارك اخويا عبد الرزاق وأخوتي تينا حاب نهضر غير على ثلاث نقاط ربع نقاط باختصار ان شاء الله نحاول نوصل الميساج تاعنا واللي راه يشاهد في المباشرة هذا يخلي يخلي على الاقل جامع المباشر هذا هكذا باش باش نكملوا المباشره ان شاء الله في ظروف مليحه اول حاجه اول حاجه اللي حبيت ناكد عليها الناس اللي خرجوا اليوم يعطيهم الصحه على السلميه يعطيهم الصحه على لي زيماج اللي اللي هنا. الخروج كان بعدد كبير وهذا الشيء راهو في صالح الحراك خروج مثل هذا راح يكون ضده فقط من لا يريد الخير للفرد الجزائري طبعا لانه مع نظام قمعي نظام فاشل نظام فاسد نظام عاجز انه يوفر حياه كريمه للفرد الجزائري نظام استغل فتره كورونا من اجل انه يحاول سرقه حراك الجزائريين ويحاول انه يخل... يرجع اليوم اللي خرج فيه الجزائري للحراك هو يوم يحتفل به وحطوه في الدستور اللي مروا عن طريق احزاب السلطه والدستور تاعهم اللي قال لك اليوم الالتحام الجيش بالشعب اليوم الشعب الجزائري خرج ورد رسالة واضحة صريحة أنه اليوم هذا ماشي يوم التحام الجيش بالشعب أه لا يوجد التحام الجيش بالشعب، الجيش الوطني الشعبي هو من الشعب وفي خدمة الشعب، وأي وأي عسكري من أي رتبة كانت الأعلى رتبة هو خدام عند مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية في خدمة الشعب الجزائري، والمهمة الوحيدة تاعو الدستورية هي حماية أمن وحدود الجزائر، الجزائر ومنه حماية أمن الفرد الجزائري لانه خالص من عند المؤسسه من مؤسسه الشعب الجزائري عباره تاع التحام الجيش مع الشعب والديمقراطيه هي عباره هذه جو بونس في 1940 حبست يعني في 1940 حبسنا العبارات هذو ما زلنا احنا في 2021 ما زلنا الجيش والعسكر يحموا الديمقراطيه المهم اليوم الشعب خرج اكد مد رسالة صريحة واضحة أنه اليوم هذا هو يوم من أجل المطالبة بالتغيير الجذري للنظام ورحيل النظام وتغيير النظام وتسليم السلطة للشعب، هذا هو المطلب الوحيد للحراك، الناس اللي حابة تمثل ولا حابة تمارس العمل السياسي في إطار الحراك لازم يكونوا على بالهم بلي المطلب الوحيد للفئة المطالبين بالتغيير من الشعب الجزائري هو رحيل كل افراد النظام الحالي والمنظومه الحاليه كلها وتسليم السلطه للشعب يعني اللي يحب يهضر على اساس انه في الحراك كسياسي يهضر بالعباره هذه وفقط لانه الحراك اليوم خرج ما هضرش على التفاوض ما هضرش على التمثيل ما هضر على حتى حاجه حتى الان الحراك اليوم خرج المطلب تاعو الاول هو الرحيل النظام وفقط بمعنى انه من يريد ان يساهم يساهم في رحيل النظام هذا وتغيير جدا النظام هذا هذه النقطه الاولى للرسالة كانت واضحة لمن خرج اليوم النقطة الثانية اللي حاب نأكد عليها وديما نأكد عليها خوتي الحراك المشكل في الجزائر المشكل حتى الآن في عدم تغيير نظام او اكبر من القمع في حد ذاته لانه النظام الجزائري حتى الان ما يخاطرش ويروح يقمع عشرات الالاف تاع الجزائريين لما يخرجوا وهذه اللي ناكد عليها ديما الخروج يجب ان يكون باعداد كبيره تجنبا للقمع وتجنبا لعدد الاعتقالات الكبير وكما شفنا اليوم كان عدد اعتقالات اقل ببساطه لانهم عاجزين باش يعتقلوا في ظروف مثل هذه وراح تكتفي الشرطه ب مسايره المسيره وفقط يعني تكتفي بالمهام تاعها الحقيقيه وهذه نقطه جد اساسيه لكن النظام الجزائري على واش يخدم على توجيه الراي العام واللعب على العقول والثوره المضاده وانهم يدخلوا الحراك في فراغ وانهم يحاولوا يقسموا الناس اللي في الحراك وانهم يخلوا يحاولوا يخلوا الحراك ما عندوش كما نقولوا حنايا حقيقه هدف يوصل ليه حقيقة ويحاول كيفاش يدخلهم في 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 حالة انهم اه اه مش فاهمين اصلا واش راهم حابين، هذا هو الهدف هذا هو هذه هي الطريقة اللي يخدم عليها النظام الجزائري وهذه اللي مركز عليها، يعني النظام الجزائري راهو مركز من اجل قتل مطالب التغيير على مؤسسات أخرى أكثر من المؤسسات الأمنية، هذه لازم تركزوا مليح مليح فيها. لما تشوف الاعلام الجزائري يخرج في يوم كيما هذا بوجوههم صحاح لا حشمه لا والو في 2021 اللي زمن الفايف جي g اللي الانترنت اللي تصاور للفيديوهات الناس توثق ويخرجوهم بوجوههم صحاح وينقلوا لك عن طريق الاعلام تاعهم ويقول لك خرج اليوم آلاف الجزائريين من أجل الالتحام بذكرى الحراك الشعبي وذكرى التحام الجيش مع الشعب وإسقاط العهده الخامسه. هدف النظام انه يحاول كيفاش يرجع الحراك الهدف تاعه الوحيد كان هو إسقاط العهده الخامسه وفقط. يعني دوما استغلال لمؤسسات الدوله كلها من أجل انه يوصل للهدف هذا. هذا هذه اكبر حاجه يلعب عليها النظام الحالي ويحاول ديما دي يستحمر الفئه اللي راهو يمشي بها في المشاريع تاعو ويبعثها للصناديق الانتخاب كل ما يجي يعدل الدستور ولا يدير انتخابات بلديه ولا يدير انتخابات تشريعيه ولا كيما دار الانتخابات تاع 12 12 يعني يحاول يلعب على العقول درك كل شيء باين اليوم الحراك بين انه ما تسير حتى جهه وما تتحكم في حتى جهه بين ان الحراك حتى الان هو حراك ملك الشعب لما نروحوا للعمل الحقيقي لازم يكون عمل حقيقي بالموازات مع الضغط تاع الشعب حقيقه لانه هو الحامي الوحيد انه العمل هذا ما يكون في صالح النظام ويكون في صالح الفرد الجزائري بالمختصر المفيد نفس الطرق نفس الأساليب قنوات إعلامية صفحاتهم اللي يختبئوا على أساس أنهم صفحات اجتماعية وصفحات ما عندهمش علاقة بالسياسة ويحاولوا يدسوا السم في العسل وينقلوا المتابعين تاعهم أنه حراك خرج من أجل الاحتفال كما داروا حاولوا ينقلوا المتابعين تاعهم أنه ناشطين ما عندهم حتى جريمة استفادوا من العفو الرئاسي ودار فيهم زي الرئيس تاعهم وخرجهم، يعني الحرب الحقيقية هي حرب إعلامية، الحرب الحقيقية هي حرب لتوجيه الرأي العام، الحرب الحقيقية هي لعب على العقول، تشتيت يحاولوا كيفاش يضربوا يخلوا الحراكيين ما عندهمش ثقة في نفوسهم، يحاولوا يخليهم ما عندهم شك في نفوسهم، أنا ديما نعاود ونركز ونكرر الهدف أو باين. اللي يمشي يحكم في الهدف هذا راح يلقى روحه في الاطار الصحيح مهما راح تكون الصور اللي راح نزيدو نشوفوها تاع الثوره المضاده هذه اللي ناكدوا عليها نقطه ثانيه حبيت نزيد نهضر عليها اه اه ونقطه نشوف فيها مهمه انا شخصيا عمري ما نقول خرج وعمري ما نقول ما تخرج لاني انا متاكد أن الشعب اللي خرج قبل عامين ما يحتاج اللي يقول له اخرج باش يعاود يخرج هذه لا نقاش فيها لكن ديما أكد انه لازم الخروج دوما يكون في صالح الفرد ماشي في صالح النظام ومش الخروج يكون باش نزيدوا عدد المعتقلين وباش تكون اوراق في يد النظام يزيد يضغط بها اكثر ويزيد يستخدمها كما استخدمها قبل يومين من 22 فيفري كما شفتوا نتوما باش نمدوا صورة باش نمدوا رساله اكثر حده واكثر قوه للنظام الحالي يجب ان لا يتوقف الخروج على اليوم تاع اليوم هذا يجب ان يستمر الخروج يجب ان تستمر الاحتجاجات السلميه في اطار القانون في اطار الدستور اللي هو درك الدستور هذا في صالحنا في الاحتجاجات السلميه ويجب ان يستمر الشعب الجزائري في مواج... في ممارسه حقه في الاحتجاج السلمي في الفتره القادمه وما يكتفيش بالخروج تاع اليوم هذا لانه الخروج تاع اليوم هذا او عنده نتائج معنويه فقط يعني النتيجة تاعو راهي نتيجة معنوية، النتيجة تاعو راهي لصالح مطالب التغيير في الجزائر، الرسالة كانت قوية، النظام الجزائري راهو فشل في الخطة تاعو حتى الآن، بالرغم من أنه مازالو في الحكم لكنه فشل باش يعاود يرقع الكارثة اللي صارته له بعد خروج الحراك لأول مرة، يعني لازم يستمر الحراك ولازم تستمر المطالب ولازم تستمر السلميه وكما قالها خونا التغيير نظام من الاستقلال هو حاكم الجزائر حتى الان اي مش بالسهوله هذه ولازم الصبر ولازم كما نقولوا حنايا التمسك بالهدف والتمسك بالمبدا اما الظروف اللي راح تمر بها مطالب التغيير فهذه امور عاديه هذه هي بون لايف يتقطع مع الباليش على جي سينيال خاوتي يحاولوا كيفاش تأ... انا والله ما رقدت البارح في الليل مع الخدمه ورقدت غير ثلاث سوايع عاود أه... لقيت الدعوه زاهيه وصراحه انا باش نكون صريح معكم انا انسان يعني أه... أه... نكون واقعي ونكون عقلاني ثاني ونستعرف لكم بحاجه انا ما توقعتش الخروج بالعدد هذا يعني صراحة، انا شخصيا ما توقعتش انه الخروج راح يكون بالعدد هذا، باش نكون صريح معاكم، فاجئوني صراحة، انا كنت متوقع انه ممكن الخروج يكون اقل، لكن الخروج كان بعدد اكبر، كنت متاكد انه راح يكون خروج لكن ما كنتش متاكد انه الخروج راح يكون بالعدد هذا حاجه مليحه بزاف 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 دلاله انه الثوره المضاده انه الامور اللي انه فتره كورونا اللي كانت في صالح النظام 100% وما خلاتوش يقتل مطالب التغيير في الجزائر وهذه اهم حاجه وهذه اهم حاجه هذه اهم حاجه لانه التغيير لو كان نكملوا بالطريقه هذه اكيد راح يجي راح يجي وراح يجيب بالطريقه المليحه يعني بالطريقه اللي تكون في صالح مؤسسات الدوله واللي تكون في صالح الفرد الجزائري لانه الهدف دائما يبقى هو تغيير نظام راحين نظام تسليم السلطه للشعب وتغيير المنظومه الحاليه من اجل منظومه راح تكون في صالح الفرد الجزائري في المستقبل دون اسقاط مؤسسات الدوله او دون تشكيل خطر على الفرد الجزائري ولا على الدوله الجزائريه ولا على مؤسسات الدوله الجزائريه لانه في الاخر كل ما نقوم به الان هو لصالح الجزائر لو شفنا النظام الحالي هذا مش راح يدخل الجزائر والفرد الجزائري والشعب الجزائري في حيط ما لناش نديرو واش رانا نديرو ببساطه لانه النظام الحالي بالسياسات الحاليه تاعو والرداء تاعو والفشل تاعو اكثر من يشكل خطر على الجزائر واكثر من يشكل خطر على الفرد الجزائري اكثر من يشكل خطر على وحده الجزائر واكثر من يشكل خطر على استقرار الجزائر سواء استقرار على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي السياسي لانه باش نكونوا واضحين رداءه لم تعيشها الجزائر من الاستقلال حتى الان رداءة لم تعيشها الجزائر من الاستقلال إلى الآن اه تضامن مع أخونا رشيد نكاز ممكن تعرض الاعتداء أعتقد أثناء محاولة اعتقاله أنا ما شفتش الفيديو مليح على كل حال هو الآن أعتقد في المستشفى ربي شافيه اه الأمور هذه أكيد راح تصرع وأكيد داخلة في, في, في التمن تاع النضال تاع الناس اللي مازالها متناضلة وماسكه في المبدا تاعها حنا الهدف تاعنا هو انه تغيير النظام باش نخلو كل مؤسسات الدوله في المستقبل في في خدمه الفرد الجزائري وفقط باش يولي هذاك البوليسي كي يلبس لاتوني تاعو ويخرج يعرف باللي هو خدام عند الشعب الجزائري وفقط خدام عند الشعب الجزائري وفقط بمعنى كي تلبس لاتوني وتخرج راك خدام عند الشعب ما عجبكش الحال نحي لاتوني وروح دير الكوميرس تحت الدار تاعك ولا روح كري حانوت وعمر حليب وخبز وبيع الحليب والخبز مادامك لبس لاتوني ومادامك قررت تاكل الخبز من اموال الشعب الجزائري انت راك خدام عند الشعب الجزائري اكيد الان انت راهو يستخدم فيك النظام الجزائري من اجل البقاء في الحكم لكن لما نجيبو نظام لخدمه الشعب ولخدمه الفرد النظام هذا راح يبقى في الحكم فقط في حاله واحده لما يخدم الفرد فقط هذه هما النقاط الاساسيه اللي لازم الحركه يركز عليهم واللي لازم يخليهم ديما هما الهدف الحقيقي اعتقد انه الرساله اليوم كانت واضحه جماعه راحين تشوفوا اكيد باش انا نصرحكم بحاجه انا ضد الاقصاء مهما يكون لكن اللي ما عندوش ثقه في الفرد الجزائري ما يستحقش نهائيا يهضر باسم الشعب الجزائري نختلفوا اختلفنا اثناء المشاركه تاعنا في اعطاء اعطاء راينا فيما يحدث في الجزائر ولا في الوضع العام في الجزائر لكن اللي ما عندوش ثقه في الشعب الجزائري وفي الفرد الجزائري انه قادر يقرر مصيره وراح في الطريق تاع الفرد هذا هذا هو مصيره اللي يستحقه ومشى مع النظام ما يستحقش الان او في الفتره القادمه يحاول يركب الموجه تاع الحراك ويتكلم باسم الشعب الجزائري ما تستعرفش بيا ما نستعرفش بيك يا أخي وأنا يا مجرد مواطن جزائري أنا نهضر باسمي كفرد جزائري ما استعرفتش بيا ما نستعرفش بيك استعرفت بيا نستعرف بيك رحت استعرفت بالنظام ابقى مع النظام تاعك امنت بالتغيير من الداخل في اطار النظام الحالي غير النظام من الداخل في اطار النظام الحالي هذو هما النقاط اللي لا نقاش فيه مبادئ عامه لا نقاش فيها تامن بالعمل السياسي في اطار النظام الحالي وتامن بانتخابات نزيهه وتامن باللي تروح للبلديات والدوائر وتهجم وتهجم على 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 صناديق الاقتراع وتغير نظام ربي يعاونك في الطريق تاعك حراك ما يامنش بالحوايج هادو الكل لو يامن الحراك بالحوايج هادو الكل ما يخرجش اليوم وما, وما يمدش الشعارات هذه وما وما يعيطش وما يخليكش تغيير جذري للنظام كخلاصه تاع الشعارات هذو باش نكونوا واضحين انا شخصيا وهذا ديما يبقى رايي باش ما نطولش بزاف الحراك خرج من ابناء خرج خرجوا ابناء الشعب الجزائري خرجوا مواطنين جزائريين لازم يوصل الحراك في المستقبل اللي ينظموا واللي أطروا واللي حتى يمثلوا لما نوصلوا لمرحله التمثيل اللي مازالنا بعيد عليها اللي هي اخر مرحله لازم يكونوا ابناء الجزائر وابناء الشعب الجزائري اللي حرمهم النظام الجزائري من ممارسة السياسة اللي حرمهم النظام الجزائري باش يكونوا في الواجهة اللي حرمهم النظام الجزائري أنهم يخدموا الجزائر فقط لأنهم كانوا نزهاء وكانوا شرفاء والنظام الجزائري لا يقبل النزيه ولا يقبل الشريف النظام الجزائري يقبل فقط من يساعده في البقاء في الحكم من يساعده من أجل البقاء في الحكم شكونوا واضحين فإذا خرج حراك بالملايين باش تكون النتيجة انه ياطروا ولا باسمه اللي كان يتعامل مع النظام هذا لسنوات على ظهر الشعب الجزائري هنا للاسف الشديد حراك الجزائريين سرقه في كل الحالات حراك الجزائريين سرقة ببساطة لأن الناس هذو لو استطاع لو قادرين على لغيروا النظام الجزائري قبل ما نروحوا نروحوا لكارثة العهدة الخامسة ولو قادرين على حقيقة على الأقل يمنعونا من مهزلة الشريطة وخمس عهدات وتغيير الدستور وكلش باش نكونوا واضحين اللي كان عنده مواقف ثابتة في إطار النظام الحالي راهو واضح اللي تعامل مع النظام الحالي وكل شيء ما يستحقش نهائيا 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 يتبنى مطالب التغيير لانه مطالب التغيير الان اي واضحه تغيير جذري للنظام تغيير جذري للنظام مطالب واضحه باش ما على بعضانا ما والو الوحده للشعب الجزائري لازم تفهموا بلي انت كمواطن انت كفرد انت كفرد انت راك ابن الشعب الجزائري ولازم تعرف بلي في كل الحالات تم استغلالك، لازم تعرف بلي أنت في كل الحالات تم القمع تاعك، لازم تعرف أنت في كل الحالات أنه تم التلاعب بك، حتى اللي راحوا انتخبوا يوم 12/12 12 الحمد لله يا ربي ما كناش غالطين كي حذرنا من الأمر هذا وتم التلاعب معكم، لا دولة نوفمبرية لا دولة باديسية لا عهد الـ 54 ولا هم يحزنون، فقط تجديد للنظام, للنظام بواجهة بواجهه نفسها 70% من الواجهه السياسيه هي نفسها مع بعض الوجوه الجديده يعني ببساطه تم استغلالك من اجل بقائهم في الحكم فقط لا وجوه جديده لا شاركوك لا سمعوك لهم لا يحزنون ما كان حتى وجه جديد الان عنده السلطه في الجزائر وما راحش يكون يعني ببساطه انت في كل الحالات سيتم التلاعب بك سواء في الحراك انت في الحراك ولا امنت بالانتخابات ولا ماكش تخرج للحراك اذا حاب تقرر مصيرك حقيقه لازم تسحب كما نقولوا حنايا تقطع الطريق قدام الناس هذو الانتهازيين اللي استغلوا الشعب الجزائري واستغلوا آآ آآ التغييب تاع الفرد الجزائري على ممارسه السياسه تقريبا من الاستقلال الى الان لانهم ببساطه ما عندهمش ثقه في الفرد الجزائري، ما عندهمش ثقه في العقل الجزائري، الفرد الجزائري يشوفوه مجرد رقم من اجل اكمال المعادله تاع دوله رقعه جغرافيه زائد الشعب يحكمها النظام وفقط هذه باش نكونوا واضحين مع بعضنا كما قال خونا الخروج كل بيان لازم الضغط يكون على النظام بطريقه سلميه هذه وانا ديما نكررها ونعاودها الخروج في اعداد صغيره انا شخصيا نشوفه براغماتيا ما عنده حتى فايده لا للحراك لا للجزائريين لا حاجه ببساطه لانه سهل الاختراق اعتقالات تزيد الشعارات التي ترفع تكون موجهه على حساب الفئه اللي قدرت تخرج العدد الصغيره هذيك على الغالب النظام هو اللي يقدر يخترق الامر هذاك لكن لما يكون الخروج بعدد كبيره تعجز المخابرات وتعجز القوة الأمنية ويعجز الجميع ويبقى يتفرجوا فقط مع هذاك الخروج وهذه الطريقة واضحة عن النظام ما هوش النظام ما يخافش من الخروج في حداته حد نظام الجزائري راهو تعود على الخروج لمده سنتين، راني نكرر ونعاود، النظام الجزائري ما يخوفوش الخروج. النظام الجزائري ما يخوفوش نهائيا الخروج والعوده الى المنازل. الان اعتقد والله اعلم اننا في مرحله اللي العمل يكون اكبر من الخروج. العمل يكون اكبر من الخروج في حد ذاته، بمعنى وببساطه انه الان يجب التفكير في بدايه الطريقه والوسيله اللي يجب فيها تحقيق مطالب الحراك من غير سرقه حراك الجزائريين ومن غير وتجنب الانقلاب على مطالب الجزائريين من اجل دوله العداله والقانون والجزائر الجديده، لازم تعرفوا حتى اللي راحوا ينتخبوا حتى اللي راحوا ينتخبوا لازم تعرفوا حتى اللي راحوا ينتخبوا فئه كبيره منهم هدفهم الجزائر الجديده باش يكونوا واضحين فئه بوتبريره امورها واضحه وفاسده على مستواها ومستفاده من النظام ومن المجنون فقط من يريد تغيير نظام يستفيد منه لكن اغلبيه الشعب الجزائري حتى من ذهب للانتخاب ونقدر نقول لك فئه كبيره منهم خصوصا انتخابات 12 12 خلينا من انتخابات تعديل الدستور لانه الاغلبيه فاقت باللعبه فئه كبيره منهم هدفهم كان الجزائر الجديدة وفئة أمين كبيرة منهم للأسف الشديد لعبوا على عقولهم وقدروا يقنعوهم أنه يديروا ثقة في خطاب القازرنا اللي, اللي خرج وأنه قد قررت أنها تساير الشعب من أجل التغيير ورانا نشوفوا باللي كذبة لكن النية تاعهم أكيد في تلك الفترة كانت جزائر جديدة الجزائر الجديدة غير موجودة الآن حنا في جزائر أسوأ من الجزائر القديمة أكيد الناس هادو راحين يكونوا في المستقبل هما تاني يطالبوا بالجزائر الجديدة ويطالبوا بالتغيير ويواجهوا الثورة المضادة اللي يتيليزها النظام كونترهم واستعملهم هما فيها سما كما نقولوا حنايا نكونوا واضحين أغلبية الشعب الجزائري مقاطع للنظام الحالي بأرقامهم لما تشوف انتخابات بعد الخروج الحراك بالملايين ومن بعد تجيك انتخابات بنسبه مشاركه تاع 13 14% هذه بارقامهم هنا رانا نتحدثوا على اكثر من 95% من الشعب الجزائري ما مستعرفش نهائيا بالنظام هذا وما سامعش به يعني هادو مع الوقت راحين يكونوا مع مطلب التغيير لاننا حبينا ولا كرهنا النظام هذا راهو يثبت يوميا الفاشل تاعو يوميا راه يثبت انه فاشل فاشل في توفير حياه كريمه للفاطر الجزائري فاشل في انه يمد هيبه للدوله الجزائريه فاشل في انه يكون عنده برنامج حقيقي يسلم به السلطان الشعب وهو لا يريد ذلك طبعا بالمختصر المفيد نظام يعتمد على الرداءة من ابناء الشعب الجزائري من اجل البقاء في الحكم وفقط وهنا يشكل الخاسر هو هذاك الفرد الجزائري هذه هي اللي حبيت نمد لي ميساج هادو أه جو بونس هذا مكان صافي بليزير الناس اللي خرجت اليوم على كل حال الخروج هذا مليح في صالحنا بيان سور في معادله الحاكم والمحكوم اي احتجاجات سلميه بطريقه سلميه هذه راح تروح لصالح الفرد الجزائري في المستقبل حتى لو تكون اهداف صغيره راح تكون لصالح الفرد الجزائري ورساله للنظام باللي الشعب موجود وماهوش ساكت وماهوش غايب نهائيا للهدف بصح الكبير يجب ان نبدا في التفكير كيف نطبق حقيقه مطالب التغيير. شخصيا رشيد نكاز لما خرج من السجن ووضع نقاط مليحه اللي ضغط حقيقي على النظام انا كنت معاهم هادو ماشي كرشيد نكاز كشخص لانه ما انا رشيد نكاز كشخص مع احترامي لاسلوب النضال تاعو الفريد من نوعه اللي يدخل به التاريخ حبينا ولا كرهنا، لانه الوحيد من السياسيين اللي يناضل بالطريقه السياسي ومناضل ومواطن عادي و أمور بزاف دارها كشخصيه هكذا مثيره للجدل لكن النقاط اللي حطهم راهم في صالحنا احنا الان ماشي في مرحله من هو من سيحكم الجزائر احنا الان في مرحله تغيير النظام الحالي اي واحد عنده خدمه نشوفوها في صالح مطالب التغيير في الجزائر احنا رانا معاها نداء للحركات السياسيه الاحزاب السياسيه كمواطن جزائري نهضر وعلى بالي باللي الكلام هذا اللي راني نهدره ينطبق على بزاف مواطنين جزائريين لانه عندنا احنا هدف واحد ميساج للحركات السياسيه والاحزاب السياسيه وكي نقول الحركات السياسيه حتى الحركات السياسيه اللي قصاها من النظام واللي عندهم معارضه واضحه للنظام وراديكاليه ونحترمهم على الامر هذا ما تحاولوش ما تحاولوش تتبناو الحراك وما تحاولوش نهائيا انكم تمثلوا الحراك وحدكم، وما تحاولوش نهائيا انكم تتكلموا باسم الحراك، لانه هذا او خطر على مطالب التغيير في الجزائر. النظام الجزائري حتى الان عجز في قتل الحراك نهائيا، لانه مازال ما لقاش جهه واحده معينه تتبناه ويحطها هي الشغل الشاغل تاعه ويقضي عليها. باستعمال الفئات الاخرى من الشعب الجزائري، امور واضحه اللي يحب حقيقه الجزائر والخير للشعب الجزائري في الفتره الحاليه يتكلم لما يتكلم على الحراك، يتكلم على الحراك كمناضل باسمه وفقط لما نوصلوا للمرحله اللي لازم يكون فيها تمثيل ولازم يكون فيها تنظيم ولازم يكون فيها مرحله اللي حقيقه لازم نفوتوا عليها لانه حبينا ولا كرهنا حتى مرحله تسليم السلطه للشعب لازم تكون منظمه ماشي راح يسلموا 43 مليون جزائري السلطه لما نوصلوا للمرحله هذيك اكيد كل فئات الشعب الجزائري بتوجهاتها لازم تكون حاضره في المرحله هذه اما الان اللي يحب يناضل يناضل بسلمه من اجل مطالب التغيير في الجزائر تجنبوا الحكايه تاع وهذاك وشفتوا وراكم تقولوا شوفوا الثقل تاعنا ما كان حتى واحد عنده ثقل في الحراك حتى الان ما كانش والدليل انه نداءات الخروج بالعشرات ولم يتم تلبيتها ما كانش حاجه اسمها واحد خرج الشعب ولا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه حقيقه مطلقه لا نقاش فيها لما يقرر الشعب يخرج يخرج لساهم في الامر هذا يشكر بكثير لانه ساهم في الامر هذا لكن حذاري 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 من انه يخلوا الحراك تابع الحاجه وحده لانه النظام الجزائري هذه اسهل حاجه له صدقوني بكل الاساليب هو الان كشعب شعب وراه يمارس عليه في توجيه الراي العام ويحاول كيفاش يخلي الحراك هذا اهدافه فقط كانت العهده الخامسه وتم اسقاطها فما بالك لما تلصقوا في 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 في, حركه ولا في جهه سياسيه من كل الجهات انا نتكلم من كل الجهات لانه اكيد راح يستعمل الجهه المقصات ويهاجم الجهه اللي قدرت تتبنى الحراك وشكون اللي ينتصر طبعا النظام وراح يستخدم المؤسسات بما فيها المؤسسه الامنيه من اجل اقصاء تلك الجهه لحمايه الجهه التي تم اقصاؤها من طرف الجهه اللي قدرت تتبنى الحراك امور واضحه باش يكونوا واضحين يعني هذه اللي تبع برك واش حدث في الجزائر من الاستقلال حتى الان يعرفها اللي تبع تبع واش يحدث في الجزائر من الاستقلال حتى الان يا رب في جماعه فيف تبون وأنتم اماركم درك واضحه انتوما درك جماعه هادو فيف تبون ويحيى هذاك ويحيى انتوما راح شوفوا انتوما زوج انواع دوباب آه الفئه الثانيه دواب هكذا والفئه الثالثه مستفادين من النظام وفقط هكذا كمال وانتم جماعه الدباب انتم ثلاثه انواع دواب دواب داب داب ياكل يرقد وداب هكذا يحملوا عليه. الفئه الثانيه دوباب، خالصين عليها نورمال او خدام جورني تاعك راك الفقر واعر الفقر يخليك تخدم اي خدمه تقدر تكون دوبابة والفئه الثالثه التي لا نقاش فيها اللي هي الفئه المستفاده وفقط. اما اي واحد طبيعي انسان طبيعي انسان فيه حتى الانسانيه فيه الانسانيه برك ويساند نظام حكم مجوع فيه نظام حكم خلاه كما نقول نظام حكم مادل دوي الاحتياجات الخاصه في الجزائر 3000 دينار جزائري وراضي عليه انا بالنسبه لي هذا ما فيهش حتى الانسانيه حتى الانسانيه ما فيهش يعني لو فيك برك شويه الانسانيه اذا ما عجبنيش الحراك نسكت نسكت إذا ما عجبنيش الحراك وشاف الحراك هذا غير تاع روحه، غدوة نجبد روحي نغلق كلش ونافيكي ونا ونا زماني ونعيش حياتي، أما تجي لعندي تقول لي في فلان وفي فلان وفي فلان هو يخلص في 500 مليون، 400 مليون، 300 مليون بلا الامتيازات اللي يدي فيها، اللي أنت ما تقدرش حتى تعرفها، وواحد داوي الاحتياجات الخاصة مسكين ما عندوش حتى باش يشري. أمور اللي يحتاجهم في اطار المرض تاعو يمدوا له فيه 4000 دينار جزائري اللي هي 400 الف اللي اللي هما يصرف ليصرف ليصرف اللي هما اللي المدخول تاع واحد داوي الاحتياجات الخاصه يتغدى به جينيرال يتغدى مصروف تاع عام تاع واحد داوي الاحتياجات الخاصه يروح يسلك به جينيرال الغداء ياكلوا غداء وتجي تقول لي فيفو فيف يا اخي انت هنا يا هنايا انا بالنسبه لي انت حتى الانسانيه ما فيكش وفقط حتى الانسانيه ما فيكش لو مستفاد هاك فاسد كيما هما هاك فاس بايع ضميرك بايع كلش انسان المهم تهمك كرشك وبطرك لا ماكش مستفاد راك كيما العابد داب هايشه ولا دوبا راك خالص عليها كل كلشي واضح ولا واحد جزائري عاقل راضي على النظام الحالي ما كانش ما كانش اعطيني اعطوني حاجه انجاز صغير داروا نظام الحالي وانا راح نقولها لكم ونأكد لكم انه الواجهه المدنيه في عهد بوتفليقه كانت افضل ألف مره من الواجهه المدنيه تاع 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 النظام دركا اللي هو نفس النظام باش يكونوا واضحين سواء وزراء ولا مسؤولين ولا برامج ولا خدمه باش يكونوا واضحين الى حط روحك راك عايش في الجزائر الجديده انت يا راك ماكش مامبا عايش في الجزائر القديمه باش نكونوا واضحين الى حط روحك عايش في الجزائر الجديده راح نمد لك يعني ميساج راك عايش في جزائر اسوء من الجزائر القديمه اللي تعتقد انها راحت ببساطه لانه الوضعيه الاجتماعيه تاعك اسوء الرداء اعظم قنوات الاعلام رانا ولينا كيما الجماهيريه الليبيه في وقت القذافي رانا ولينا على بالك في 2021 تشوف قنوات اعلام بالطريقه هذيك في 2021 في 2021 بعد خروج حراك بالملايين يتحولوا قنوات الاعلام للرداءة هذه على بالك باللي راك تتفرج في الجماهيريه الليبيه في الجزائر تشفع الجماهيريه الليبيه اللي احنا كنا نضحكوا عليها في 1999 و2000 و2001 اللي تجي هكذاك وتجيب لك الشريط هذاك من تحت القائد معمر القدافي راك عايش مع معمر القدافي باختصار مفيد شويه ليماج احسن شويه للي يقدموا مستيكيين شويه و... والسلام عليكم. سبع قنوات إعلاميه ولا ثمن قنوات إعلاميه أنا شخصيا كي نشوفهم بركا كي شغل راني نشوف الجماهيريه الليبيه هذيك ولا كيف اسمها القناه الليبيه هذيك. وافق يعني راك عايش اللي ما كانش زيتها كل مؤسسات الدوله في خدمة النظام وفقط إلا أنت إلا أنت إلا أنت يا نتحداك تجيب لي قرار واحد قرار واحد كان في صالحك قرار واحد كان في صالحك ما كانش هذه هي وميساج للخلافات الـــــ الــــ <itu? تص ambitious> اللي صارت انا مبدئي واضح واموري واضحه ما راح نستفاد لا من النظام هذا لا من النظام الجاي ما عندي اهداف سياسيه ما لا في الجزائر الجديده لا في القديمه لا ما يهمنيش انا بالنسبه لي الجزائر دوله مسكينه فقيره عندهم احتياطي الصرف تاعهم 18 مليار دو... 18 مليار دولار ربي يكون مع في عون الشعب الجزائري ربي يكون في عون مؤسسات الدوله الجزائريه اللي حطها النظام الحالي في الورطه هذه بسبب السياسه الاقتصاديه تاعو الفاشله شخصيا انا اللي يهمني الفرد الجزائري انا اي حاجه في صالح الفرد الجزائري راني راح نكون معاها مهما يكونوا الشخصيات مهما يكونوا المشاكل لكن مد ميساج رساله للمشاكل اللي صار بسبه الفيد هذاك اللي دخلوا فيه الاغلبيه لانه الحراك متوقف ولانه الكورونا وكل شيء والنظام الجزائري قدر يستغل الفتره هذيك ولات الناس تطعك في بعضها اللي حاب الخير للجزائر الهدف هو واضح لحاب الخير للجزائر الهدف هو واضح اللي عنده مشكل شخصي مع انسان يخلي المشكل هذاك ليه الان الحراك اثبت انه ما تابع حتى وما يتحكم في حتى جهه وهذا انا من بين الاهداف اللي نركز عليها من اجل الحفاظ على هذا الحراك الناس اللي تتغطى من اجل موراش ناس واحد اخرين ولا تتغطى لان ما عندهم مشكل مع شخصيه ولا حركه ويروح يرتمي, يرتمي لي في حضن النظام كيما نقولوا حنايا يشرب في اللبن ومضرق في الطاس بركاونا النفاق الأمور واضحة عندك زوج طرقة عندك نظام حكم وعندك فئة كبيرة من الشعب الجزائري تعاني في اطار النظام الحالي تكون مع الشعب تكون مع النظام تكون مع نظام الحكم اوتوماتيك محب تستفاد من النظام هذا وتستغل الشعب كما راهو يستغل فيه النظام تكون مع الشعب الجزائري الامور واضحه والشعب الجزائري وبين وش يحوس يحوس حياه كريمه وجزائر جديده حقيقيه دوله العداله والقانون دوله مبدا دوله مبدا تكافؤ الفرص دوله مدنيه السلطه للشعب وهذه مطالب ماشي مشروعه فقط هذه مطالب اساسيه هذه لا باز اللي يبدا بها اي شعب حياته يعني يعني المطالب هذو ماشي حاجه كبيره ماهوش لك في حاجه عظيمه ما هكذا كيما وصلوا درك هنايا يطالبوا في حوايج بيزار ويطالب في حاجه عاديه جدا، انايا نحكم في البلاد اللي راني عايش فيها، يا اخي انا عايش في الجزائر نستحق ان السلطه تكون تاعي وفقط لان البلاد هذه تاعي هذا كان حابين يعيشوا في بلادهم، حابين يحكمهم واحد هما انتخبوه وهما حطوه يسير امورهم وهما يراقبوه عن طريق السلطه التشريعيه عن طريق البرلمان وهما اللي يشرعوا القوانين وهما يوافقوا على الدستور وهما يسيروا كل شيء وهما يتحكموا في كل شيء هما يراقبوا كل شيء وكاع الناس اللي يجوا في الواجهه في خدمه الناس هادو وفقط اللي حاب اللي حاب الامر هذا هاي باينه اللي حاب امور وحده اخرى راهو يبان دركا وكيما قلت لك ما تكسر راسك ما والو الناس وكل تبان ما تضيعش مخك بتحاول تحلل الشخصيات وتتبع انسان وتضيع روحك مندس ماشي مندس كي يجي للصح او يبان الموقف تاعو كي يبان الموقف تاعنا حنايا المعامله تاعو تاعنا كناس ماذا بينا يتغير النظام الحالي في الجزائر راهي تكون واضحه جماعه التغيير من الداخل جماعه كاع 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 كيما راهم كاينش تغيير من الداخل الغبي برك اللي مامن باللي راح يكون تغيير من الداخل هما على بالهم بلي ما راحش يكون تغيير من الداخل هما حابين يمارسوا السياسه في اطار النظام الحالي وحابين يوافقوا على قانون وما يوافقوش على قانون فقط يعني هما التاثير ديالهم راح يكون على يكون على امور جد تافهه وفقط نقل الامور تاع نمدوا اللمسيه نمولوا لمسية ولا ما نمولوهاش نبنو سينما في ورقله ولا ما نبنوهاش نديرو نديرو ليسي في غردايه ولا ما نديروش هذا هو التاثير تاعهم يعني كي يهبلوا كي زعما يمدوا لهم صلاحيات يقدروا ياثروا تبني ليسي ما تبنيش دير دايره ما ديرش دير فرع هنايا دير فرع بلدي دير دير اوبيتال هذا اكثر حاجه يقدروا يديروها اما باش يغيروا النظام حكم مسيطر على كلش من مؤسسات النظام هذا باعلام النظام هذا هذا وجنون حنا كي نقولوا باللي النظام هذا ما عندوش نيه يسلم السلطه للشعب لانه هو مدنا المعطيات هذه ماناش ضالمينه لما تشوف معيار رقم واحد هو الاعلام أنا راح نمد لكم نقطة أساسية الى حاب تحكم على النظام هذا حكم عادل بلا ما تكون إنسان مريض في راسك عندك حقد ما عندكش مش مشكل نتايا، النظام هذا بالنسبة لك نظام يحكم في مؤسسات تتعامل معاه بدون أي اعتبارات، شوف النقطة الأساسية هي الإعلام. ما تشوف لا للقمع لا للشرطة لا السجون، هذوك الأمور صدقوني تأثيرهم هامشي والدليل أنه ماشي السجون اللي ما خلاش النظام درك يتغير. الإعلام. الاعلام يا اخي طلقوا ما طلقوا طلقوا معتقلي الراي النظام حاب التغيير لا طلق لك معتقلي الراي ونقل عن طريق قنوات انه اعفاء رئاسي لما يكون عندك اعلام حر اللي اللي يستهدف ملايين الجزائريين ما يجيش يقول لك اعفاء رئاسي الاعلام الحر يناقش الامر هذا ويقولوا بلا مزيتهم وهادو ما داروش جرائم ويستاهلوا يكونوا خارج السجن فاذا انتهى حاب تعرف نية النظام هذا راقب الإعلام وفقط راقب الإعلام لما تشوف إعلام حر مستقل تعرف نية النظام هذا لما تشوف إعلام وجه تعرف نية النظام هذا ونعاود نرجع لكم الله نعاود نرجع لكم الله كي ما بانش من يحكم لما خرج الحراك والصراص والاطفال السطح صراع الأجنحة هذيك في السمانة هذيك تخلطت بيناتهم الإعلام واش دار الاعلام التزم الصمت الاعلام كان يسنى في التعليمه من عند من مج... من عند شكون تجيه لما انتصر الجناح الاعلام بدا يسوقنا للجناح هذاك انا شافي على روحي مباشره بعد ما بداو يسوقوا للقايد صالح بديت ندير في المباشر وقلت هو من سيقود الثوره المضاده في قادم الايام ضد الشعب الجزائري ونشفى الالاف تهاجم فيا في اللايف كيما دركا مساكين نوايا لانني ببساطه اعلم ان الاعلام جاه الامر مباشره من عند الجناح المنتصر فقط لما تجيه الاعلام هذا لما يجيه الامر من عند النظام لما يحب يسلم السلطه ويفتح كل شيء ويفتح حريه التعبير هنايا راح تشوفوا الاعلام هذا يستقبل الجميع وما عنده مشكل حتى مع الجميع وعنده النيه الحسنه تشكروا حتى الان ما جات ما جاش الاوردر، الان عنده الاوردر تاع توجيه الراي العام من اجل قتل مطالب التغيير في الجزائر وبقاء النظام في الحكم، ما تدخلوا ابسهل حاجه ما تكسر راسك ما تعمر راسك بالشخصيات ما تقولش من يحكم الان ما تقول من اقل اقل لانه انا بالنسبه لي هذه مجرد خروطه يخرجوا وزير يدخلوا وزير يحطوا وزير تابع للتوفيق وزير تابع لنزار واحد ما كانش هذه ضرك ما كانش هناك مؤسسات حقيقه عندها التاثير في 2021 او يستخدم فيها النظام الجزائري مباشره تراقب تلك المؤسسات تعرف نيه النظام تراقبها تعرف نيه النظام ببساطه ما شو ما تغيبلكش خلاص كي حط قنواتهم كي تدوخ حط قنواتهم سما باش نكونوا واضحين كي تدوخ كي حط قنواتهم ما تدوخش خلاص تعرف النية باش تجي تقول لي نتايا نغير النظام من الداخل تجي تقول لي نغير النظام من الداخل وما عندكش حتى إعلام نزيه انت هنا راك تتبس خربية داكور لما يكون عندك إعلام نزيه لتما حقيقة تقدر تأثر علاش لأنه راح توصل صوتك للشعب الجزائري وكل الشعب الجزائري من يقرر أما إذا كان توجيه للرأي العام واضح أكيد اكيد 4 ملايين 5 ملايين هذيك يبقى يلعب بها النظام لانه ماشي جزائريين كل عندهم الفيسبوك كاين اللي يشوفوا غير النهار كاين اللي يشوفوا غير الشروق وكاين اللي غير يقراو لي جون الصباح فحبينا ولا كرهنا 3 ملايين 4 ملايين هذيك ويبقى ديما يستخدمها النظام الجزائري عن طريق الاعلام لكن الخروج الخروج باعداد كبيره يخلي الفئه هذه تعرف باللي عمر ايبا نورمال تعرف باللي الشعب ويطالب بالتغيير تعرف باللي اي ما من هادشي اللي راهم يسمعوا تعرف تبدا تفيق على ديما الحراك او يعتبر اكثر حاجه تشكل خطر على النظام الحالي هذه هي بالمختصر المفيد الامور واضحه كل شيء باين ربي يجيب الخير للجزائر ربي يحمي ان شاء الله الجزائر والشعب الجزائري الفرد الجزائري السلميه هي اهم حاجه حذاري 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 من الخروج من السلميه حذاري تمد عذر للنظام من اجل انه يمارس القمع الامني الحقيقي تاعو حذاري السلميه السلميه السلميه، لانه حبينا ولا كرهنا؟ حبينا ولا كرهنا؟ حبينا ولا كرهنا النظام الجزائري بوليسي، حبينا ولا كرهنا 5 ملايين جزائري ولا 4 ملايين جزائري ام عندهم الدهنية تاع غدوه تلقى هو هاز الحجره ويطارش عليك، هذا الحجره ويطارش عليك، درجه الوعي عند كل الشعب الجزائري اي مازال ما لحقتش لدرجات كبيره، اما زالوا ما يفرقوش بين الجيش كمؤسسه في الخدمه تاعهم وبين الجيش ما يدخلش روحه في السياسه، اما زالوا ما يفرقوش بين نظام يقمع في الشعب عن طريق مؤسسات الدوله، وبين الشعب الشعب قرر يسقط مؤسسات الدوله، ما زالوا ما وصلوش الامر هذا، النظام راح يستخدم المعطيات هذو اي خروج على السلميه راح يمد مبرر لفئه بوت بريره، للفئه هذه اللي تلقاها هو هاز الحجره الاولى ويطارش عليك والنظام يتفرش باش نكونوا واضحين، راح تلقاه هو هاز الحجره والنظام يتفرج ويم... و... 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 ويتخذ الجانب اللي يساعده، زعما باش نكونوا واضحين والحمد لله عشتوا التجارب هذه وشفتوهم. النظام الجزائري واجه فتره التسعينات واجههم بالحارس البلدي، بالشعب، ما كان ما يديك ما يجيبك، يتخلطت بزاف بزاف، ما, ما يقتلوا فيك يجيو لكم في الليل، يا اخي هاك السلاح وروح حارب، انا نسلحك ما عنديش مشكل مدلك، مع السلاح كاين والدراهم كاين تاع الشعب وكلش، هاك يا اخي حارب الجزائري الاخر اللي عندك معاه بروبليم. كاين ولا ما كانش شفتو نتوما جينيرال في جبل شفتو نتوما جينيرال في دوار يحمي على الشعب لا كي تحتمت و... وتخلطت بزاف وبدا الشعب يريكلامي على الامن ديالو سلحوا الشعب ما المختصر المفيد لانه وصل النظام للهدف ديالو وقدر يخلق لك عدو ولازمك تحاربو ولازمك انت تهز المكحله والسلاح ضده فالامور هذه باش نيفيتيوها لازم تتيفيتا تيفيتيوها من درك جو بونس هذا مكان اللي تحب يبارطاجي اللايف هذا باش خاوتنا يوصلهم الميساج ووصلوا نتوما ثاني الميساج على على مستواكم اي واحد درك يشوف الميساج هذا انت راك تمد في الميساج تريح في قهوه تهضر مع 10 عباد راك مديت ميساج تريح في الدار تهضر مع خمس عباد راك مديت ميساج لانه الكلام هذا كي ولا واحد يقول لك راك غلط ما كانش بالحجه والدليل والبرهان راك تحط تهضر في كلام وزيد تمد عليه الاثبات ولا واحد راح يناقشك ببساطه انه حتى لو يناقشك راك راهو على بالك انت تهضر في الحق راهو على بالك انت انت تهضر له هكذا وهو يقول والخفافيش والقطط والظلام ومنا وحلف الناطو لا انت راك تهضر في كلام عقلاني هو يخرط يعني حاولوا كيفاش الميساج هذا اه تبعت ديليفريوه لاكبر عدد ممكن من الجزائريين وكل واحد يمد في الرساله على مستوى ماشي لازم مباشر في العائله في, في القهوه في اي بلاصه هكذا باش الوعي العام تاع طيب الفرد الجزائري يرتفع قدر الامكان لان المرحله الجايه تحتاج حقيقه اكبر عدد ممكن من الجزائريين اللي اكبر عدد ممكن من الجزائريين اللي واعيين وحبينا لو كرهنا الجزائر هذا مجرد شعب في فئه واعيه فئه منبطحه فئه تبرر فئه تريد التغيير لكن صدقوني أنه اغلبيه الشعب الجزائري غير راضي عن النظام هذا هذا ما كان حراك الطلبه غدوه يعطيهم الصحه في بليزير الطلبه انا ديما نركز عليهم لازم يكونوا في الحراك ببساطه لانه قلت لكم لو كان النظام الجزائري تخصصوا جامعه برك ما يقدرش يريح في الحكم بلا بها، هذه غير جامعه ما يقدرش ما كاينش كيفاش دوله ما عندها جامعه؟ هذه غير جامعه فما بالك مؤسسات واحده اخرى، فالامور هذو يشكلوا خطر حقيقي، المهم تهلاو في رواحكم ميرسي بوكو يعطيكم الصحه اللي بارتاج اللايف واللي تعامل معه السلام عليكم. الميساج بور لي زيتيون، فوالا لي زيتيون ما عندك لي زيتيون ما تخافش عليهم خويا ياسين. لي زيتيديون والله ما تخاف عليهم نهضر على لي زي زيتيديون اللي خرجوا في الحراك خلينا من ايتيديو بوت بريرا جماعه جماعه المنظمات الطلابيه ومن بعد عندهم اهداف سياسيه تلقاه 45 سنه اللي قد اللي في اللاج تاعو راهو بخمس ولاد هو مازال يقرا دوزياماني دوزياماني ايكونومي هذوك حاجه واحده اخرى لكن لي تيديو اللي خرج في حراك واش من ميساج تمدلو ما عندك ما تمدلو ايتيديو جامعي خرج في حراك هو نخبة المستقبل هو اللي راح يسير مؤسسات الدولة في المستقبل عنده الوعي السياسي ما تقدر تمدله حتى ميساج يعني أنا بالنسبة لي ليزيتيديو ما عندك حتى ميساج تقدر تمره لطالب جامعي وعنده وعي سياسي ما كانش ما تقدرش خلاص هو على بالو واش راه يدير فاهم كلش على بالو كيفاش يحتاج بسلمية على بال الشعارات ديالو تكون نقية كلشي باين الهدف واضح واهدافهم واضحة واضح. هيا تهلا في رواحكم خواتي السلام عليكم يا البغل يا البغل يا والله يا بو غير كلبت كملت عليكم مال تأطير الحراك اتى من رشيد وحفيد ما كان حتى واحد قال لك تأطير الحراك من حفيد يا اخي حفيد دراجي امر واضحه ما راه شكون قال لك حافي الدراجي اطر الحراك شكون الجزائريين قالوا حافظ الدراجي اطر الحراك لا ما جامي ما قالش حافظ الدراجي امور واضحه حافظ الدراجي بوانا انا باش نخون ولا نقول انت تابع لهذاك وتابع لهذاك لا لكن حبينا ولا كرهنا الحده تاع المعارضه تاعو في فترة القيد صالح وفي الفترة الحالية اقل، والتعليق تاع الاحداث اقل، وانسان حبينا ولا كرهنا انا كنت درت البوست البارح في الليل تاع ندعو فيه لعدم خروج الشعب الجزائري في الظروف الحالية ويخرج، ما نعاودش بوست ونقول خروج الشعب الجزائري واثباته، يعني راه كيما ما بقالوش يولي كي ما مصالحي، يكون يزيد يكمل هكذا واحد شحال، لو كان يزيد يكمل ينشر على السياسة شهر نولي نشوفو كي مصالحي، ما بقاش. كل لو مومون مانيش نشوف فيه كي نعيمة صالحي بصح ما بقالوش ما بقالوش يولي نعيم صالحي والله ما بقالو انا يعني بالنسبه لي شهر الماكسيموم نوليو نشوفوه نعيم صالحي ما كان لا تمثيل الحراك لا يديك لا يجيبك يا ولدي الشعب كله فايق الشعب كله فايق سيرتو الناس اللي راني هضرتها لكم ونعاودها لكم سيرتو الناس اللي في الحراك سيفري شويه كذا التشكيك هذاك اللي بزاف ومن التوسويس اللي بزاف ماشي مليح بصح الناس الناس اللي اللي, اللي امورهم باينه باينه الناس اللي امورهم باينه ما وقفوا باينه انا ما نقول لك حتى الواحد لكن ولي كتقول اللي يشوفك نعيمة, نعيمه صالحي كي تقول لي علاش تشوف فيا نعيمه صالحي بارابور لي بوست اللي راك تحط حتى نعيمه صالحي تحط هذو لي بوست ثاني لا ميم شوز نعيمه صالحي كيخرج الحيره كانت هكذا لك تقول لك ما يخرجوش من بعد خرجوا قال لك تقول لك انا والله في في الحراك ومنه و... وهي بوست ديريكت تقول لك انا من ضد الخروج وما لازموش يخرجوا نقدروا نختلفوا في طريقه الخروج نقدروا نختلفوا في الخروج في عدد صغيرة من لانه يضر لكن نبقاو ديما مع الخروج نبقاو ديما مع مطالب التغيير في الجزائر لما يجي واحد يقول لك انا نشوف الخروج هذا لا ومن بعد يجيك بوست وراها ب 24 ساعه ويقول لك الشعب الجزائري اثبت بسلميته راهو ماشي في طريق نعيمه صالح يا الله فرواحكم السلام عليكم